وغيره بشارجه نحكي. أنا حبيت أقول الحرب وقت اللي نبدأ نحكي الحرب نحكيه على الأمور المعنوية. وقت اللي يخرج أبو عبيدة ويعاول يأتي شحنة معنوية والله يرجعنا مرانا بنفس الطريقة للناس كل هني موجود بالرغم اللي عملته بالرغم المجازر اللي عملته الكل احنا موجودين وقاعدين نقاومه. راهو بالناحية المعنوية عندها أهمية كبيرة برشا خاصة في الوضع ذي الدقيق انه كل مره يخرج لنا ويخلي ياكد اللي احنا موجودين حاجه مهمه برشا. نرجع نحكي قالوا لك محمود عباس انت قلت ابو عباس محمود عباس اي واحد فلسطيني ابو حاتم شكرا محمود عباس. انا الحاجه اللي هكا استوقفتني وعجبتني انه وقت اللي قال ابو عبيده رانا ما نجموش نضربوا وقت ما نحبوا رانا نعرفوا وقتاش نضربوا على خاطر برشا تسالنا واستنينا وقت اللي صارت ضربه القصف على مستشفى معمداني قلنا وينهم علاش ما ضربوش. يعني هذا يفسر انه عندهم استراتيجيه ويعرفوا وقتاش يضربوا وقتاش يتكلموا وقتاش يخرجوا كل شيء في بلاصته وكل شيء محسوب. هذا ما قاله ابو عبيده انه تمن شعبنا المقاومه بخير ولا زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تساعد واين تضرب ومستعدون لمعركه طويله جدا مع هذا الكيان المحتل.